السلام عليكم. العرب أمة كثيرة العدد تعيش في بقعة تتوسط العالم وتشرف جغرافيتها على ممرات الاتصال بين القارات عبر الصحاري والبحار، غنية بخصال الشجاعة والذكاء الفطري. ومع ذلك فالعرب اليوم في حالة جمود وانحسار كبير عن دائرة التأثير الحضاري والمعرفي بين الأمم. بالرغم من وجود الثروات واتساع الجغرافيا ووفرة العقول ووجود تاريخ ثري بالإنتاج المعرفي، وبالرغم من امتلاكهم لغة عريقة شاهدة على مآثرهم في الماضي، بالرغم من ذلك يعيش العرب تخلفا سياسيا وثقافيا وفكريا واقتصاديا أوصلهم إلى أن تكون بلدانهم مرتعا للباحثين من أقصى الدنيا وأدناها عن مصالحهم وتوسيع نفوذهم. لماذا العرب متخلفون؟ هل السبب ذاتي كامن في العقلية العربية أم بسبب عوامل خارجية تضغط على المنطقة العربية وتحول دون نهضتها؟ كيف السبيل إلى الخلاص من حالة الجمود والتخلف التي يعيشونها؟ أسئلة تشكل مادة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. منذ سنين خلت والأمم المتحدة تقدم تقارير مريعة عن واقع العالم العربي. كتب تلك التقارير خبراء أغلبهم من العرب، شخصوا مشاكله الكبرى من سوء حكامه وانعدام الديمقراطية إلى اقتصاديات ريعية إلى وضعية ثقافية فقيرة من خلال ضعف نسبة التعليم ونوعيته وهزال ما ينشر وضحالة ما يترجم إلى أوضاع اجتماعية تنوء تحتها أغلب فئات المجتمع. هذا هو حال أغلب دول المنطقة العربية، وليس مجرد ممارسة جلد الذات أو الترويج لليأس وقطع الأمل بإمكانية تغيير حال العرب إلى الأفضل، فدوام الحال من المحال، ولا بد للشعوب العربية أن تتغلب على مشكلاتها وأن تأخذ بناصية الحضارة والديمقراطية يوما ما ويحدث التغيير المنشود. من الجيد الإحساس بالمشكلة وتلمس سبب تعثر العرب وتقدم غيرهم، ولكن الأهم من كل ذلك هو كيفية تحويل الإجابات إلى استراتيجيات عمل، ومن يأخذ بناصية الانتقال والتغيير. هل هي الأنظمة والنخب القائمة نفسها والتي تماهت مع حالة التخلف وأنتجت التخلف والاستبداد، أو أنظمة حكم ونخب جديدة بثقافة وعقلية جديدة؟ مفكرون معاصرون عزوا أسباب تخلف العرب لبنية العقل العربي والموروث الثقافي بشكل عام، أو الشطط والانحراف في فهم وتفسير الإسلام، وربما الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية والتبعية للغرب، إلى غير ذلك من الأسباب على حد تعبيرهم. ودون التقليل من شأن ما تم إنجازه في بعض الدول العربية والإسلامية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الجغرافيا السياسية للمنطقة، فإن ثمة تساؤلات تطرح عن شعوب كانت مثل الشعوب العربية تخضع للاستعمار والاستغلال الغربي، استطاعت الخروج من دائرة التخلف والجهل ودخول عالم الحداثة والتطور والديمقراطية، بينما الدول العربية وباستثناء قلة منها ما زالت تراوح مكانها بل وتتراجع مكانتها على سلم التطور الحضاري. أم أن العقل العربي عصي على التقدم ويحتاج إلى تفكيك ومراجعة وإعادة بناء؟ هذا الموضوع نطرحه على طاولة الحوار مع ضيفي الحلقة الكريمين عبر سكايب من لندن، الأستاذ جعفر الهاشمي الأكاديمي والباحث في شؤون الشرق الأوسط، على أن ينضم إلينا عبر سكايب من الدار البيضاء المفكر المغربي الأستاذ محمد الطلابي. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ جعفر. العرب اليوم يعيشون حالة استهلاك في كل على كل الأصعدة، يعيشون استهلاكا في إنتاج المواد الأولية، يعيشون استهلاكا واستيرادا حتى لمحاصيلهم التي كانوا هم يصدرونها في السابق. وأخطر ربما هذه الأنواع من الاستهلاك واستهلاك الأفكار، يستوردون الأفكار اليوم. ما الذي أوصل العرب إلى هذا المستوى من التراجع والانحسار وأوصلهم إلى القاع بين الأمم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييك على هذا البرنامج، وكما أود التحية إلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين الأعزاء. يعني أنا لست مع مصطلح التخلف، ليس بمعناه اللغوي والأدبي، وإنما لما فيه من مداليل ربما تثقل كاهل الإنسان العربي والشعوب العربية. ولذلك أرى أنه قد يكون من الأنسب
أن نعيد صياغة هذا المفهوم إلى عدم مواكبة عجلة التقدم، لا سيما وأننا نعرف بأن العالم يعني في العصر الحديث تقدم وطفر طفرات حضارية وصناعية كبيرة. من هذا المنطلق فينبغي أن ننتبه بأن حقيقة الأمر أن هناك طفرات، وأن هناك ربما بعض المجتمعات يمكن القول بأنها بقت لا لن تستطيع أن تواكب هذه الطفرات الصناعية وحتى الفكرية والحضارية. أنا متصور أنه الأسباب عديدة وكثيرة ولا يمكن سردها في مثل هذا البرنامج، لكنما أتصور بأنه يمكن تصنيفها إلى شقين. هناك جزء منه يتعلق بعوامل وأسباب ذاتية تعود إلى الفرد أو المجتمع أو الوطن العربي بشكل عام، وهناك بعض الأسباب نستطيع أن نعزوها إلى غير العرب، وهي أسميها هنا بالأسباب العرضية. في مقدمة الأسباب الذاتية أستطيع أن أشير إلى العقل العربي. العقل العربي هو يعيش أزمة. الأزمة الأولى طبعا وفي هذا السياق هو أو السبب الأول في وجود هذه الأزمة أن العقل العربي لا زال هو بحد ذاته غير قادر على بلورة تعريف وماهية لذاته. وبناء على ذلك نحن حينما نستخدم مصطلح العقل العربي نجده يرزح بين موضوعين، إما أخذه الشغف الغربي وأصبح يعني عاشقا فلنقل أنه مستغربا واستحال ذاته في هذا الاستغراب، أو بقى رهينة سردية تاريخية مثالية قد لا يكون لها وجود حقيقي في الماضي بقدر ما أنها تأتي في التراث الذي دائما هو منمق حقيقة في العقلية العربية والإسلامية. وربما أنه لأسباب تاريخية تم تنميق هذا الموروث لصالح السلطة والحاكم، وبناء على ذلك أحد الأسباب في هذه الأزمة أن العقل العربي هو يجد نفسه مذبذبا بين هذين الأمرين، مما جعل الآخر يعطي تعريفا إلى العقل العربي وهو يصيغ لنا محددات العقل العربي دون أن نلاحظ العقل العربي له حضور. وهذا ما دفع كثير من المفكرين قد يشككون أساسا في وجود شيء اسمه العقل العربي. العامل الثاني أنا بتصوري بأن هناك خلل في عناصر تكوين الخطاب الديني، الخطاب الديني الذي هو طاغي حقيقة على هوية العرب، وهو يعتبر من أعمدتها وأساسها ويشكل الهامش الأوسع والأكبر منها. هذه العناصر التي أنا دائما أحب أن أجزئها إلى نعم. عنصر الشريعة بمفهومها الفقهي وعنصر العقيدة بمفهومها العقلي وعنصر الفضيلة بمفهومها في العلاقات الاجتماعية والأخلاق. نعم. للأسف نحن لاحظنا في الموروث التاريخي أنه العنصر الفقهي وعنصر الشريعة نعم التهم العقيدة والتهم الفضيلة واستحالهما طيب بنفسه، وبالنتيجة هذه المنظومة هي بحد ذاتها، أقصد المنظومة الفقهية، صودرت لصالح طيب الحاكم. هنا عدم دور الفرد ودور المجتمع وحتى دور الفقيه و المؤسسة التشريعية التي صودرت برمتها لصالح الحاكم المستبد في هذه طيب المجتمع. طيب أستاذ محمد، الحديث عن الجانب الفقهي أو الجانب الشريعة والإسلام ربما يكون مرتبطا بالسياق التاريخي لعلاقة العرب بالتقدم من عدمه، وهو جانب مرحل لما بعد الفاصل، حديثنا سيكون عنه في المحور الثاني. أذهب إلى الرباط لأسأل الدكتور محمد طلابي المفكر المغربي، أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد. حينما يتحدث عن تخلف
العرب مع النقل تحفظ الأستاذ جعفر الهاشمي من لندن، وإن كان التحفظ لا يغير من الموضوع شيئا مع الاحترام لتحفظه، حينما يتحدث عن تخلف العرب، فما المقصود بالتخلف؟ ما مظاهر هذا التخلف؟ كيف هم متخلفون؟ ماذا يعني هذا التخلف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من ولا ما بعد. تحية خاصة لأستاذنا الكريم، وأيضا أشكر قناة الرافدين على هذه الدعوة، وأيضا تحية لأخي وزميلي ضيفكم في من أهلا وسهلا بكم. في الواقع أنا لم أسمع الصوت، صوت الأستاذ لا يصلني جيدا، لم أسمع ما قال. ولكن سأحاول أن أطرح بعض القضايا. أيضا أقول بأن ربما عندنا إشكال كبير، وهو أولا تعريف العرب. ما من العرب؟ ماذا نقصد بالعرب؟ هل نقصد بهم الأمة العربية؟ نقصد بهم الوطن العربي؟ نقصد بهم اللسان؟ نقصد بهم العرق؟ فهذه قضايا في الواقع فهو فضفاض، الاسم فضفاض، لأن في تقديري بأن العرب كأمة على المستوى الاجتماعي والعقدي هي أمة، ولكن لن تكون في يوم من الأيام ذات كيان سياسي كمثلا الأمة الصينية. فنحن العرب تخلوا عن انتمائهم العرقي من أجل انتماء الإسلامي، ولهذا قاموا حضارة تحت مظلة الإسلام، تحت الأخوة في الإسلام أكثر من الأخوة في العرق أو الأخوة في اللسان. وهذا إشكال كبير بالنسبة لأمة العروبة. أنا أقول بأن العروبة ليس كباقي القوميات، فهي هي الوحيدة التي فجرت قوميتها العرقية من أجل بناء قومية أعلى، ألا وهي القومية الإسلامية في تاريخها. ولهذا الحديث عن أمة عربية هكذا، هذا جاء مع التيار القومي الناصري ومع حزب البعث العراقي وغيره، أي مع ما يسمى بتركيا الفتاة والعربية الفتاة أي في العصر الحديث. ولهذا كاين إشكال كبير في تحديد ما معنى العرب. هذا أولا لابد أنه لابد من تحديده. أما سؤالك الثاني حول هل نعرف تخلفا على المستوى المعرفي، هذا أيضا عندي تحفظ أيضا أنا. فأنا لا يمكن أن أقول بأن إن كنا كعرب كأفراد أو كأقطار كثير من الإنتاج يتم، لكن فقط أي نوع من المعرفة. عندنا المعرفة الإسلامية، وإما المعرفة في العلوم الشرعية، وإما المعرفة في العلوم الإنسانية، وإلا المعرفة في العلوم المادية. كأفراد العرب أنتجوا كثيرا في العلوم المادية، بالآن يقودون كثيرا من البحوث في الغرب بالقادة، وآخرهم السلاوي المغربي الذي عينه ترامب ليكون. لكن أستاذ محمد، حتى يعني لا يذهب بنا الحديث بعيدا، يعني حينما نتحدث عن العرب نقصد الجغرافيا العربية التي يعيش عليها العرب والأكراد والبربر إلى آخره، لكن ضمن بيئة جغرافية يعني عربية تحكمها يعني الأغلبية العربية. هذه الأمة العربية ليس بالمعنى العرقي، يعني الآن أمة متخلفة لا تنتج حضارة، لا تنتج معرفة. حتى لو تحدثنا عن المعرفة الإسلامية، فهي ثمة من يقول بأن المعرفة الإسلامية ليست واضحة في عقول كثير من المسلمين. سنتحدث عن الإسلام في المحور الثاني، لكن هناك يوصف العرب بأنهم اليوم متخلفون. ما معنى هذا التخلف؟ أنا إن كان على المستوى المعرفي أقول لكم، فيما يخص العلوم الشرعية أنا أقول بأن ليس هناك إنتاج جديد، فعلماؤنا وفقهاؤنا مفكرون يكررون فقط التراث، ولهذا ليس هناك أي إبداع معرفي حقيقي باستثناء الفتح الذي تم فيما يسمى بالإعجاز القرآني، هو الذي يمكن أن نقول فيه إبداع كبير. والثاني في مجال ما يسمى بالأبناك الإسلامية الذي فيه إبداع حقيقي هذا. ولكن دائما المسلمون العرب فهم ينتجون من خلال هذه الجنسية، هي الجنسية الإسلامية للإسلام. وبالتالي على المستوى الشرعي أنا أقول على المستوى الشرعي هناك توقف وجمود كبير جدا في المعرفة الإسلامية، لم نقم بأي شيء يذكر، فنحن فقط نكرر ما قواعد. لكن ماذا عن المستوى التقني ومستوى الحضاري والعلوم الإنسانية؟ أما على المستوى العلوم الإنسانية فطبعا هناك اجتهادات. فأنا حينما الآن نتصفح المفكرين العرب أجد مفكرين كبار أنتجوا نظريات كبيرة، عبد الله العروي والعبد الجابري وهشام جعيط وياسر الحافظ السوري وغيرهم كثير أنتجوا. على المستوى العلمانيين أنتجوا كثيرا من الإبداعات الفكرية،
وحتى أيضا الإسلاميين، أنا أقول بأن على مستوى الإسلامي أيضا أنتجنا مفكرين كبار، الدكتور طه عبد الرحمن وغيره، من بمعنى أن هناك إنتاج معرفي لا يمكن، ولكن فقط بالعموم أنا أقول على مستوى التشريعي، على المستوى الشرعي هناك تخلف كبير جدا، لكن على مستوى العلوم الإنسانية هناك أيضا كثير من الإنتاج. فقط ذلك الإنتاج المعرفي هل هو نافع؟ هل يمكن أن يسهم في نهضة الأمة؟ هذا هو الإشكال الكبير. أنا أقول بأن كل الإنتاج المعرفي الذي تم سواء من موقع المثقفين في ذوي المرجعية الإسلامية أو المثقفين ذوي المرجعية الإعلامية، كثير مما أنتجه يجب مراجعته من أجل أنه يعطينا إمكانية النهوض في الهضوء الأمة العربية في العقود المقبلة. أما على مستوى العلوم التقنية المادية من فيزياء وكيمياء، أنا أقول بأن العرب على الصعيد الدولي موجودين في مواقع كبيرة جدا في الغرب، الباز وغيرهم، بل أنا أقول لكم بأن المغاربة هم ينتمون إلى الجغرافيا العربية، فعددهم بالآلاف في قيادة الإنتاج العلمي من الصف الأول في فرنسا، وقف على ذلك أيضا كل العرب. فعلى المستوى التقني هناك وجود كبير للإبداع العربي، لكن لا يتم في إطار منظومة سياسية واقتصادية وفكرية عربية، يتم في منظومات أخرى لسبب بسيط، وهو أن الأمة غير قائمة على مستوى الكيان السياسي، ولهذا نقص كبير في مسألة العرب أو مسألة الأمة العربية. وضعت دكتور، بدأت تتلمس الجرح كما يقال، وضعت يدك بأنه المشكلة الأساسية تكمن في غياب نظام سياسي جامع. سأعود إليك، لكن دعني الآن أذهب إلى لندن لأسأل الأستاذ جعفر. يعني في الحديث عن الأسباب التي أدت إلى تخلف العرب، وأنت متحفظ على هذه التسمية، أو عدم مواكبتهم للعلوم الحديثة، هل الأمر مرتبط بعوامل خارجية تحول دون عودة العرب أو مواكبة العرب للحضارة الحديثة، أم أن الأمر مرتبط بأزمة داخلية كغياب الديمقراطية التي يدندن حول هذه المشكلة كثير من الأقلام؟ أنا فقط أكمل من ضمن العوامل الذاتية أنتبه أو أنبه بهذا الجانب، وهو إنكار الآخر، ولا أقول الغير، حقيقة البنية العقلية لدى الإنسان العربي هي بنية انطوائية بحد ذاتها ومتحفظة، وبقت رهينة موروثها التاريخي والعاطفي، ولم تستطيع أن تخترق الحجب. هذا حديث، معذرة أستاذ جعفر، هذا حديث متعلق بسمات العرب، متعلق بعوارض حضارية، لكن لو تحدثني عن الأسباب التي أفضت إلى تخلف العرب عن الركب الحضاري. لا، هو ليس يعني اليوم طبعا بعض العوارض هي أسباب، يعني في خضم التقلبات التاريخية. نحن اليوم نتكلم عن سيكولوجية للإنسان العرب، هذه السيكولوجية هي نتاج تقلبات ونتاج موروث ونتاج مكونات، ربما نستطيع أن نقول أنها بيئية أكثر ما أنها نتاج لنفسها، فتعتبر صحيح هي أعراض لأسباب تاريخية، ولكنما إذا ما أخذناها بالمنظار المعاصر هي تعتبر أسباب، ونحن نناقش الوضع المعاصر الراهن ليس كأسباب تاريخية. هذا من هالجانب، ولذلك العرب دائما بقوا متحفظين، لم يشاطروا هذه الحركة التقدمية في العالم. من ضمن الأسباب الأخرى حقيقة أنا أقول بأن العرب حتى هذه اللحظة لن يخرجوا من الاستعمار، هم لا زالوا يعيشون في حظيرة المستعمر. الاستعمار من نوعه الدنيء أو من نوعه غير المسؤول، يعني حينما كانت دولة تستعمر دولة عربية في القانون الدولي وفي العرف العالمي أنها هي مسؤولة عن توفير لقمة العيش والأمان، وبالنتيجة هي تدفع ثمن إلى هذا المواطن، وأنتج هذا الاستعمار أحيانا في بعض الدول كمثلا الهند وغيرها، ولكنما حينما غادر المستعمر ترك أدوات ذاتية، هذه الأدوات الذاتية الحاكمة هي والمحكوم، كليهما أصبح في جعبة المستعمر الغير مسؤول من هذه النقطة فصاعدا، والذي لا يفكر إلا في استهلاك المستعمر ونهب ثرواته دون حتى أن ينتبه المواطن العربي بأن هناك مستعمرا يمارس الاستعمار والاستثمار والاستنزاف
لموارده النفسية وأيضا موارده المادية عبر أدوات داخلية وطبيعية يراها أنها جزء من كيانه. أنا أتصور هذا من أهم العناصر الخارجية التي تبلورت في سياق سلطة سياسية وفي سلطة اجتماعية، وساهمت هذا النوع ساهم حقيقة في طرد الهامش إلى المفكر العربي والمثقف العربي ودفعه باتجاه إما أن يذهب يعني يغادر جغرافيته كما تفضل أستاذنا الكريم ويلبس بزة لبلاد آخر ويذوب في هذه الثقافة، وهو لن يعرف على أنه عربي مثلا يشارك ويساهم في إنتاج فكري وحضاري للبشرية، بل إنما يعرف على أساس أنه لاجئ ومهاجر ومواطن لهذه الدولة التي منحته هذه المكانة وهذه الفرصة حتى يتحول إلى بريطاني مثلا أو إلى أمريكي أو إلى غربي ويعيد ويساهم العالم في هذا الإنتاج، ليس من منطلق أنه عربي بل من منطلق أنه مواطن غربي على سبيل المثال، أو يبقى في الوطن العربي ويعيد ويسلم للمنظومة الحاكمة سواء كانت من المنظومة الاجتماعية التي تجد لقمة خبزها مرتبطة في الاستبداد وفي الحاكم، أو أنه يسلم نفسه ويحول نفسه إلى مثقف وظيفي يعمل لصالح المستبد، وبالنتيجة غاب وضاع دور المثقف والواعي والمفكر وأساسا العقل العربي بين هذه الصراعات. تحدثت عن النظام السياسي كسبب من مسببات تخلف العرب، وهنا اقتربت من الحدود التي تحدث عنها أستاذنا محمد طلابي من الرباط. أستاذ محمد، تحدثت عن أن العقول العربية متوافرة بكثرة، لكن المشكلة في غياب النظام السياسي الجامع. طيب، العقول العربية موجودة في المغرب، موجودة في مصر، موجودة في العراق، موجودة في أكثر من دولة عربية، ومع ذلك هذه الدول تعاني تخلفا لا ينتطح فيه عنزان. هل المشكلة في غياب نظام سياسي جامع للعرب أم المشكلة خلاف ذلك؟ لو توضح لنا ماذا قصدت بالموضوع أن غياب النظام السياسي. نعم، هو فقط مقدمة من انطلاقا من مقدمة من خلال تتبع لحركة التاريخ. لا بد لأي نهضة أرادت لا بد لأي نهضة أرادت أن تتحقق لأي شعب ما، لا بد أن توفر 5 أدوات للإنتاج الحضاري. هذه 5 أدوات الإنتاج الحضاري هي يعتبرها أدوات الإنتاج الحضاري العملاقة، اللي هي ميلاد الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. هذه هي أدوات الإنتاج الحضاري. ما كان للمسلمين أن ينهضوا في العصر الوسيط لو لم تنولد هذه الأدوات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما كان للغرب أن ينهض لو لم تتشكل هذه الأدوات. مشكلتنا الحقيقية اليوم هو أننا نحن كمثقفين ومفكرين وفلاسفة عرب أننا لم نفكر بالضبط في هذه النظرية العامة، ألا وهي إنتاج، هي رسالة كيفية إنتاج إعادة إنتاج أدوات الإنتاج الحضاري التي ضاعت منا. كنا نقود العالم حينما كانت متوفرة، لكن حينما تفككت الأوطان وتفككت الخلافة وذهب اللسان العربي واستبدل بألسن أجنبية وغاب المشروع الثقافي للنهضة، كل ذلك أدى إلى انحطاطنا في كل المجالات بما فيها المجال المعرفي. اليوم ما هو المدخل؟ المدخل سياسي، المدخل سياسي لأي إبداع فكري ومعرفي في كل المجالات. وما معنى المدخل السياسي؟ ليس وحدة الأمة بل الطريق الديمقراطي إلى وحدة الأمة. لا بد أن نستأنف الربيع الديمقراطي العربي من جديد، لأن الربيع الديمقراطي هو الذي سيوفر لنا الحرية، والإبداع شرطه الحرية. لا معرفة فيها إبداع إلا بمنهج استكشافي، والمنهج الاستكشافي يتطلب جرأة معرفية، والجرأة المعرفية تتطلب حرية ومناخ حر في المجتمع والبيئة التي تعيشه. هذا غير متوفر عندنا نحن اليوم أبناء أمة العروبة. فالغزاة والطغاة والغلاة بالثلاثة، هذه الأتاف الثلاثة كلها تخنق الحرية فينا. الغزاة من الغرب والشرق ممارسين للاستبداد من خلال الغزاة الطغاة، والطغاة يرفضون أي حرية لأنها تؤدي إلى وعي حقيقي للأمة، والغلاة الإسلاميين والعلمانيين المتطرفين يكفرون، بعضهم يكفر الديمقراطية على أنها ليست من الإسلام، والعلمانيون يكفرون الديمقراطية لأن حالة دون وصولهم إلى السلطة. فهذه الأتاف الثلاثة في تقديري معيق كبير لأي إبداع معرفي
فيه إبداع، فيه استكشاف، استكشاف في العلم الشرعي، استكشاف في العلم الإنساني، استكشاف في العلم المادي. ولهذا نقول بأن المدخل الأساسي أن نعيد البناء. طبعا نحن أمة عظيمة، فلو 14 مليون كيلومتر بحوالي 400 مليون لو كانت في كيان سياسي واحدا، فإن ذلك سيؤدي إلى منافسة كبيرة للصين والهند الآتيان للقيادة. لكن لأن غياب الديمقراطية وغياب أن الأمة هي التي صاحبة القرار في اتخاذ القرارات الكبرى، فإن هذا يعيق كل شيء. وبالتالي أنا تنقل مدخل سياسي معناه وهو دمقراطة الدول الوطنية أولا في كل المنطقة العربية، كمدخل للإنتاج المعرفي، وكمدخل أيضا للبنيان السياسي المطلوب في المستقبل، لأن العصر عصر تكتلات كبرى ولا مجال لأقزام الدول في القرن 21 أبدا. وأنا أنا أنا حقيقة أستاذ محمد لا أدري لما العجلة في الحديث عن وسائل نهضة العرب الذي خصصنا له المحور الأخير من هذه الحلقة. أنا سأذهب إلى لندن لأسأل الأستاذ جعفر الهاشمي، يعني تحدثت عن الجانب، أنت وضيفنا طبعا في المغرب، عن الجانب التشريعي، جانب الشريعة والإسلام. هنا الحديث عن السياق التاريخي المرتبط بتخلف العرب اليوم، ثمة من المفكرين، بعض المفكرين العلمانيين العرب يربطوا بين تخلف العرب وبين تمسكهم بالإسلام وعضهم عليه. إلى أي مدى ثمة علاقة بين تخلف العرب أو تقدمهم وبين حضور الإسلام في حياتهم؟ يعني المشكلة في تحديد المفهوم وعن أي إسلام نتحدث. نحن نعرف أنه الإسلام هو مرة في سيرورة تاريخية شهدت تقلبات مختلفة. لذلك نتحدث عن الحقبة للإسلام الفردي الروحي، الإسلام المكي قبل وصوله إلى المدينة وقبل تأسيسه إلى دولة، أم نتحدث عن الإسلام الاجتماعي السياسي الذي بلور منظومة سلطوية حاكمة في المدينة، أو نتحدث عن الإسلام التسلطي الذي حينما عاد إلى مكة من جديد عادت القبيلة وعاد الانتهازيون من أجل أن يهيمنوا ويسيطروا على الإسلام، وبالنتيجة يوثقوا المفاهيم والمصطلحات والأنظمة التشريعية لصالحهم. وهكذا إذا كان في بداية صدر الإسلام نلاحظ في فترة أقل من عقد من الزمن كل هذه التقلبات تحصل. فأقرأ التاريخ طيلة 1400 عام حتى وصل لنا كم حصلت من التقلبات والاستنزاف للإسلام الحقيقي ولمعين وجوهر الإسلام. لكنما في متابعة هذه السيرورة أنا أرى أن الارتباك الذي حصل بين مكونات الإسلام وبالنتيجة تضخم الشريعة والفقه على حساب العقيدة وعلى حساب المنظومة الأخلاقية والفضيلة وفهم الشرائع بمعزل عن مقاصدها وعن أسباب تشريعها، هذا هو الأمر الذي استهلك العقل وبالنتيجة استهلك الإنسان كفرد واستهلك المجتمع وبالنتيجة ذوب الفرد والمجتمع كلاهما لصالح الفقيه، وأعني بالتحديد الفقيه هنا ليس كل الفقهاء، الفقيه الذي ساندته السلطة من أجل أن يضفي على نفسه قداسة ومؤسسة تطرد أو طردت أهدافها وطردت حتى مقاصد الشريعة وطردت الفضيلة وطردت دور العقل في العقيدة. ولذلك نرى حتى العقيدة راحت تأخذ منحا شرعي ونقي، بينما نعرف أنه العقيدة ركازها بالدرجة الأولى يعود إلى عقل الإنسان وهي قناعة نفسية فردية لا تؤثر في نظام الشريعة، وكما جاء في النصوص وفي القرآن الكريم للإنسان هذا الاختيار أنا موجود. هذه السيرورة التاريخية أنا بتصوري جعلت من المجتمع العربي والإسلامي رهينة قداسة موقوف، والمثقف والمثقف والفقيه جميعهم حتى الآن لن تجبروا على إجراء عملية جراحية دقيقة كما فضل أستاذنا الكريم لهذا الخطاب الديني الذي هو شكل عائقا بين عين الإسلام الجوهري الحقيقي وبين المجتمع المعاصر.
وألقى على الإنسان المسلم والعربي كلا كبيرا، فحينما يريد أن يدخل إلى الإسلام أعظم أن يدخل من المسلك التراثي الوحيد، وهذا يعيقه وقد لا يصل إلى الحقائق. لكن قبل أن أنهي حديثي في هذا السياق، عندنا أن نكون واقعيين. كيف نكون واقعيين؟ يعني هناك كثير من الأمور التي دفعت في الغرب هي أمور غربية، هي صناعة غربية. يعني نحن لا ينبغي لنا أن نتوقع بأنه مثلا اكتشاف البترول الذي تم في الستينيات من القرن 10 في الولايات المتحدة الأمريكية ولن يكتشف في منطقة الشرق الأوسط المناطق العربية والإسلامية إلا بعد ما يقارب 50 عاما. نتوقع اليوم أن أصناع مجال في المناطق العربية صوتك صوتك معذرة أستاذ جعفر، صوتك يعني لا يصل بوضوح، يعني بدأ يتقطع لعل الزملاء يعالجون هذه الإشكالية. وحتى ذلك الحين أنتقل إلى الرباط لأسأل الأستاذ جعفر طلابي، يعني أريد أن أستفيد من خبرتك الطويلة، وأنت كنت في الحقل الماركسي ردحا طويلا من الزمن. كثير من المفكرين الآن، أو لنقل بعض المفكرين، يتحدث عن أنه لا نهضة للعرب إلا بنقد التراث، وهم يعنونون للإسلام بكلمة التراث. هل ثمة علاقة عضوية تشترط للحاق بالحداثة نفض اليدين من الإسلام على الأقل في حياة المسلمين العملية؟ في الواقع لا بد من التمييز بين الإسلام الأصل، إسلام الأصول، وإسلام التراث، بين إسلام الوحي وإسلام الإنتاج أو ما أنتجه أو التراث الإسلامي الذي هو إنتاج واجتهاد في الأصول. في تقديري بأن العلمانيين يعبدون صنما اسمه الحداثة، وهذا في تقديري بأنه يفوت علينا إمكانية النهضة في المستقبل. كما أن كثير من الإسلاميين أيضا يعبدون صنما آخر وهو تقديس التراث، ونميز بين الإسلام التراث وإسلام الوحي. إسلام التراث هو اجتهاد بشري، وفي تقديري بأن هذا التراث اليوم في كثير من مساحاته أصبح معيق لنهضتنا في القرن 21. وأعطيك كمثال مثلا التراث الفقهي، الفقه السياسي. الفقه السياسي في تراثنا هذا، وبالمناسبة فكل تراثنا هو أجوبة على إشكالية عصرهم، بمعنى أن التراث الإسلامي في عصر التدوين الأول، أنا أسمي عصر التدوين الإسلامي الأول، أجاب عن إشكالية عصره، فالتراث كله أجوب. الآن نحن عندنا إشكال آخر، وهو أن إشكالية القرن 21 ليست هي إشكالية العصر الوسيط، ولكن مشكلتنا عند كثير من المدارس الإسلامية هو أن الأجوبة موجودة في التراث، في حين أن ذلك التراث لا يمكن أن يجيب عن إشكاليات الديمقراطية وإشكالية المواطنة وإشكالية الرأسمالية وإشكالية العولمة وصراع الطبقة والثورة العلمية والتسارع التاريخي وإشكالية البيئة وغيرها، إشكاليات جديدة. فالمشكل عندنا هنا في هذا، أنا أعتبر بأن هذا معيق، وهو أن حينما تريد أن تنقل أجوبة لإشكاليات العصر الوسيط وتعتبرها كأجوبة للقرن 21، هذا في تقديري بأنه معيق كبير جدا لإمكانية التجديد المعرفي في القرن 21 لأمتنا. ولهذا أنا أقول بأن يجب أن نتجاوز ما يسمى بصنمية التراث، كما أنني أدعو في نفس الوقت إلى تجاوز العلمانيين لصنمة الحداثة. في الحداثة فيها ما هو ردت وما فيها سمين، فيمكن أن نأخذ ما هو إيجابي من مفاهيم علمية وذات قيمة إنسانية في الغرب، وأيضا نأخذ ما هو إيجابي وذو قيمة علمية وإنسانية في التراث الإسلامي، ونقوم بعملية توليف جديدة لطرائق تفكير جديدة عند الصفوة المثقفة في القرن 21، ولكن تحت مظلة الأصول، أي الإسلام الأصل ألا وهو الوحي. يتقدر بأننا مشكلتنا الكبيرة هو أننا لم نقم بعملية استكشاف لهذه القارة الممتدة ألا وهي الوحي، فنحن ما زلنا عند ضفافها. ولهذا أنا أقول لا، ربما أنها تنطبق علينا الآية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا أرى بأم عيوني بأن القرآن مهجور في كثير من مجالات. أين خريطة التشريع المنظمة؟ وأين خريطة التاريخ وخريطة القيم وخريطة الغايات وخريطة سيرة الرسول من خلال النص وغيرها، خرائط. أنا في تقديري بأن هناك تخلف، لماذا؟ أو تخلف عندنا اليوم عند العرب باعتبارهم مسلمين، لأن كثير من تراثنا ما زلنا متشبثين به ولم يعد صالحا لحل معضلات القرن 21. بل أقول لكم في الفقه السياسي أصبح معيقا ومعاقا في نفس الوقت، فهو ينظر بشكل أساسي للاستبداد السياسي في العصر الوسيط،
واليوم نحن نريد عصر الديمقراطية والحريات، وبالتالي لن يصلح لنا ذلك التراث بأي طريقة من الطرائق. كما في نفس الوقت أنا أقول بأن العلمانيين الذين يريدون إبعاد الإسلام الأصل على إمكانية نهضة أمتنا فهم أيضا يساهمون في عدم نهوض هذه الأمة أبدا، لأنهم يريدون علمانية على مقاصد الغرب. العلمانية في الغرب نعم أصيلة، لأن المسيحية كفرت العقل والعلم وتسببت في انحطاط دام أكثر من 10 قرون، فهي ظلامية حقا، وبالتالي إبعاده عن الشأن العام وإدخال العلمانية كمدخل لهذا أصيل في الغرب. لكن في نفس اللحظة التي كانت المسيحية والكنيسة تتسبب في عصر الظلمات، كان الإسلام في الشرق يبني حضارة عملاقة، ولهذا فالتجربة التاريخية نوعيا تختلف بين الإسلام والمسيحية، وبالتالي الدعوة إلى إبعاد الإسلام عن الدولة وعن الشأن العام هذا صاحبه لم يدرس دراسة علمية تاريخ الإسلام وتاريخ المسيحية معا. ولهذا نقول بأننا نحن في حاجة إلى نقد قوي للتراث الغربي وأيضا نقد قوي للتراث الإسلامي، وعلى أساسه نقوم بعملية تركيب جديدة نستفيد بكل ما أنتجته الحضارة الغربية من مناهج متقدمة في كل العلوم، لسانيات وعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ وعلم تاريخ وفلسفة المستقبل وعلم المستقبل وغيرها، ونقوم أيضا بنقد قوي لتراثنا واستعارة كل المفاهيم التي ما زالت قادرة على أن تعطينا إمكانية أن نعالج قضية ما أو إشكالية ما، ولكن تحت مظلة الجهاز المفاهيم القرآني، عند في تقديري بأن هذا سيساعدنا على إمكانية أن ننتج معرفة قادرة على أن تعطينا حلول للنهوض في هذا القرن. نعم، حان وقت الحديث عن الوسائل والسبل الكفيلة بنهضة العرب، نهضة حضارية تواكب العصر الحديث، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل على أن نعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم في الحديث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق نهضة تنتشل العرب من حالة الجمود التي يعيشونها. أذهب إلى لندن لأسأل الأستاذ جعفر الهاشمي، ما الأسباب والوسائل التي على الأمم أن تمتلكها حتى تنهض؟ والحديث هنا طبعا يخص العرب، هل ثمة مسار خريطة معينة ينبغي للعرب أن يسلكوها حتى يقوموا وينهضوا من هذا الجمود الذي يعيشونه؟ أنا متصور أنه الأدوات والأسباب وحدها لن تكن مفيدة وكافية، بقدر ما أنه إن أراد العرب أن يجدوا لهم موطئ قدم في هذا التطور البشري وفي هذه المسيرة الحضارية البشرية الحديثة، يجب عليهم أن يفكروا في تكوين عقل عربي أو تجديد بناء عقل عربي يستطيع أن يتواءم مع بقية الحضارات البشرية، لأنه نتحدث عن عولمة لا نستطيع أن ننكرها، لا نستطيع أن نقصيها، لا نستطيع أن نهمشها. للأسف هذه من ضمن الموارد التراثية التي عزلتنا عن العالم بعدما ظننا بأننا أمة عظيمة، وحينما نريد أن نتحدث عن أمة عظيمة نقول أنه أربعة مئة مليون شخص، نهينا بأنه أن الهند فيه أكثر من مليار شخص أو الصين، والعظمة لا تعد بالأفراد بقدر ما تعد بالإنتاج الاقتصادي والمعرفي والعلمي. هذه يجب أن نأخذها في نظر الاعتبار، أنه أن نتجاوز هذه المرحلة ليست بمعنى أنه ننبذها، أبداً لا أتفق مع هذا، وليست بمعنى أنه يعني نعشق ما يسمى بالحداثة. العقل العربي يجب أن يعيد صياغة نفسه وأن يقبل واقعه بالدرجة الأولى، أن يعطي تحديداً وتعريفاً لذاته ولنفسه، وأن يخلق توازناً بين عناصر الخطاب الديني
الذي هو لا نستطيع أن نجزئه من الواقع العربي. الأمة العربية أمة متدينة، حتى إن لم تكن مؤمنة بطبيعتها هكذا مورس عليها يعني سلوك تربوي وبيئي حتى أصبحت متدينة. ولذلك كل المحاولات التي حصلت في المجتمعات الإسلامية من أجل سلخ الدين عن المجتمعات كما لاحظناها سواء في مصر أو في تركيا أو في العراق أو حتى في إيران، لاحظنا بالنتيجة بأن هذه المجتمعات عادت كرتها من جديد وأتت بالإسلام، فنسميه إسلام اجتماعي قبل أن يكون هو إسلام نخبوي وفكري، وقامت بثورات مضادة لكل هذه الحركات ما تسمى بالحداثوية أو التحررية في هذه المجتمعات. ولذلك من حيث المضمون والمحتوى يجب على العقل العربي والفكر العربي أن ينتج محتوى يساهم الأمم. النقطة الثانية الآن نأتي إلى الأدوات. أنا أتصور أنه الأدوات هي ليس بفضل لا الفرد العربي ولا الحاكم العربي، أدوات التكنولوجيا، أدوات التقنية، أدوات العولمة، أدوات تجاوز حظوة وسلطة الحاكم وتحديد الفقر في وحبسه في بوتقة ضيقة، هذه انتهت. الآن نحن أمام يعني عولمة، أمام تواصل، أمام ارتباط يتيح الفرصة لكل إنسان إن كان لديه عطاء يقدمه عبر هذه الأدوات. فإن كان لديه عطاء سوف يستطيع أن يبني شيء، وإن يكون مفلسا فهذه الأدوات لن تسعفه بأي حال من الأحوال. ينبغي علينا أن ننتبه إلى نقطة أردت أن أؤكد عليها، بأنه كثير من الإنتاجات المعرفية العالمية اليوم هي إنتاجات غربية. نحن لا نستطيع أن نصادر يعني الجيل الرابع من حقوق الإنسان الذي هو موجود في العالم الغربي على أقل التقديرات ونقول أنه لنا، وطبيعي نحن نكون متخلفين، لأن هذا ليس من متخلفين بالنسبة إلى حقوق الإنسان، لأنه ليس من إنتاجنا. ويجب أن نقبل على أن حقوق الإنسان هو مفهوم حديث غربي لا بد من التعامل والتعاطي معه. حينما نتحدث عن الديمقراطية يجب علينا أن نقبل بأن الديمقراطية هو مفهوم اجتماعي سياسي ولد من رحم الغرب، ويجب علينا إن أردنا أن نكرر التجربة أن نتعاطى معه بشكل موضوعي. هكذا بالنسبة للتكنولوجيا، هكذا بالنسبة للتقنية، وليس فقط يعني حتى المشاركة في التقنية لا تضمن لك الحرية ولا تضمن لك حقوق الإنسان كما هو موجود الآن مثلا في الصين، دولة متقدمة صناعيا، لكنما أين هي حقوق الإنسان في الصين؟ أين هي الحرية؟ أين هي الديمقراطية في الصين؟ لا يوجد ذلك. ولذلك على العقل العربي أن يولد نتاجا يتعلق بهويته وذاته، ويستخدم هذه الأدوات، وأيضا في نفس الوقت عليه أن يخرج نفسه من العزلة، عزلة المجد التي بناها لنفسه وعزلة التراث التي بناها لنفسه من خلال مصالحة العقل العربي. دكتور محمد، أستاذ محمد، التكيف مع نعم. يعني العقل العربي الذي تتحدث عنه حاول أن يوجد حلول وينظر لهذه القضية، ومن ذلك مفكر مغربي مبرز وهو ماركسي مثل عبد الله العروي. أسأل الأستاذ محمد طلابي، في المغرب يتحدث عبد الله العروي في كتابيه المهمين يعني الأديولوجية العربية المعاصرة وأزمة المثقفين العرب، يقول بأنه لا نهضة للعرب من غير وجود طبقة برجوازية حقيقية لا هلامية تطلع بمهام النهضة. هل هذه الأفكار ما زالت صالحة لنهضة العرب خصوصا في ظل وجود هذه الطبقة متحققة في الدول العربية، أم أن ثمة مسارا آخر ينبغي أن يسلكه العرب؟ وفي الواقع نقول بأن الربيع الديمقراطي العربي الذي جرى والذي يجري في موجته الأولى والموجته الثانية حدد لنا معالم مقاصد النهوض لأمتنا. ونقول بأن أربعة مقاصد كبرى حدد لنا ونحتها لنا الربيع الديمقراطي العربي. أنا أسميه الربيع الديمقراطي قبل أن يكون عربي، فلأنه ليس إلا تجلي من تجليات الربيع الديمقراطي الدولي الذي بدأ مع الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ثم اجتاحها أوروبا وأمريكا وغيرها. مقاصد أربعة حددها في تقديري رسالة، وهي من مهام الصفوة. نقول بأن مشكلتنا في تأخر الصفوة وليس في تأخر الأمة. الصفوة أي النخبة المثقفة العربية والإسلامية
هي التي تتحمل المسؤولية رقم واحد، لأن لا نهضة شاملة بدون صفوة عالمة راشدة. أما إن كانت الصفوة فيها كثير من انحراف في إنتاجها وفي تصورتها، بالتأكيد لن ننهض. ولهذا المسؤولية مسؤولية الصفوة، أي العقل، العقل كما سمى أستاذنا العقل العربي أو العقل المسلم. هذه المقاصد هي: أولا إنتاج السلطة وإعادة توسيعها، بمعنى أن مدخلا سياسيا ضروريا لنهضة أمة العروبة في القرن 21. حينما أقول إنتاج السلطة وإعادة توزيعها، توزيعا ديمقراطيا، أي عودة السلطة للأمة. هذه معركة يجب أن تستمر في الأجيال المقبلة، وسيعرف العالم العربي الموجة، عرف الموجة الأولى وحقق ما حقق، وجاءت الموجة الثانية مع الجزائر والسودان والعراق، وأيضا ستأتي الموجة الثالثة وغيرها. أنا مؤمن بأن سنة تاريخية تجري. إذن لابد أن نأخذ هذه المعركة باعتبارها مكون أساسي في رسالة النهوض الحضاري للقرن 21. وهذا تدخل في أننا علينا كصفوة أن ننتج نظرية في الدولة. إن لم ننتج نظرية في الدولة، قد تأتي فرصة للنهوض وللربيع الديمقراطي، ولا نجد أي تصور سياسي مرشد مبصر كما حدث في الموجة الأولى. ولهذا نحن في حاجة لبناء نظرية في الدولة. هذا مسألة معرفية. ثانية، وهو أننا في حاجة أيضا إلى نظرية في المعرفة، أو ما يسمى بالتصور للوجود أو العقيدة. أنا أقول بأن عقيدتنا هي إنتاج بشري، فهي اجتهاد في الأصول الدينية. فما أنتجناه في الأشعرية والتصوف والفقه وغيره هو إنتاج بشري، ولكن كان يجيب عن إشكالية العصر. ليس إنتاجا بشريا بقدر ما هو فهم للنص يا دكتور. هو إنتاج بشري في فهم النص، لا يمكن أن نعطيه أي قدسية تماما، لأنه إنتاج بشري، هو اجتهاد في النص. أرجو المعذرة على المقاطعة، لكن حتى لا يساء الفهم، يعني العقيدة هي قضية ثابتة وواحدة وموحدة وكتلة، لكن الفهم هو الذي يجري عليه. لا ليس صح. لا ليس صح. العقيدة ليس هي الإيمان. العقيدة هي اجتهاد أبدعه الأشاعرة وغيرهم، أما الإيمان فهو الوحي، وهو اجتهاد في الإيمان. العقيدة وأنا في تقدير تجديد العقيدة في القرن 21 ضرورة تاريخية اليوم، لأننا في حاجة إلى كثير من مراجعة كثير من المفاهيم التي سادت عند التصوف وعند الأشعرية وعند المعتزلة وغيرها. هذه العقيدة، العقيدة هي إنتاج بشري لكنه اجتهاد في الدين. لعلك تقصد علم الكلام. أقصد العقيدة وكل اجتهاد. الأشعرية هي أيضا عقيدة، هي اجتهاد، هي جزء من عقيدتنا اليوم. هذا يجب أن نجدده من جديد. أنا في تقديري بأن علينا تجديد العقيدة بالعودة إلى اجتهاد جديد في الأصول، في أصول الإيمان اللي هي موجودة في الوحي. عندها سننتج تصورا جديدا لنا في القرن 21، تصور يعطينا إمكانية أن ننتج معرفة قادرة على أن تطابق بين روح النص وبين روح القرن 21. هذا مطلوب جدا. ونظرية في الإنسان. ما عندنا نظرية في الإنسان، والأستاذ تكلم عن منظومة الجيل الرابع من حقوق الإنسان. نحن عين ليس عندنا نظرية في الإنسان، رغم أن الوحي يعطينا إمكانية بناء خريطة متقدمة في الآدمية، لكن ليس عندنا. وهذه من مهام الصفوة، ولذا نقول بأن الصفوة هي المسؤولة رقم واحد في نهضة أمتنا في هذا القرن أو في العقود المقبلة، عن طريق إنتاج رسالة مبصرة. إلى الآن ليس عندنا إلا اجتهادات، ومع الأسف حتى الاجتهادات الكبرى التي تمت في القرن 19 مع دعاة الإصلاح تم تكسير، وذلك أنا أسميه عصر الأنوار الإسلامي. بدأ عندنا في القرن 19، لكن في القرن 20 انكسر بمدرستين كبيرتين، عندما وهي المدرسة النجدية السلفية الوهابية التي وصلت إلى السلطة في سنة 1930، والمدرسة الشيعية السلفية في إيران حينما أيضا وصلت إلى السلطة في 1978. هاتان المدرستان كسرت عصر الأنوار الإسلامي، وهو عصر أنوار عربي بالتأكيد. أنا أقول يجب أن نعيد استئنافه، وهذا مدخل أساسي، نستئنف من جديد عصر الأنوار الإسلامي. لكن في نفس الوقت علينا أن ننفتح على الحضارة الغربية. أنا أقدر بأن مساحة الاختلاف بين الإسلام والحداثة ليست أكثر من 30%، 70% هناك تطابق بين ما أنتجه العقل. في الإسلام جاء بالعقل، والحداثة جاءت بالعقل، والحداثة جاءت بالعلم، والعلم والإسلام يدعو إلى العلم. أنا تنظر بأن المدخل لكل هذا المعرفي، أن ننطلق من ثلاث مراجع كبرى في الإصلاح المعرفي: الوحي اليقين، والعلم اليقين، والمنطق اليقين.
نعم، أشكرك دكتور. يعني حقيقة حديث نهضة العرب حديث طويل وذو شجون وله سلسلة متصلة في هذا المنبر، سنخصص له المزيد من الحديث. أشكرك أستاذ محمد طلابي المفكر المغربي، كما أشكر ضيفنا من لندن الأستاذ جعفر الهاشمي الأكاديمي والباحث في شؤون الشرق الأوسط. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.